يعني أنا يعني برقبتي في دين هنا، وهو دين موجود على حبل الوتن، وحبل الوتن هو الذي يربط ما بين الدماغ وما بين القلب، الوريد. انقطع هذا الوريد مات الإنسان. أنا في عنقي في موطن الوتن في وريد الوتن أمانة كبرى. يعني من عزيز أنطون المقدسي أبو الثقافة السورية في ذلك الوقت حينما وضع أمله أو نظرته تجاه سبهان آدم، أو نقول عن أدونيس العظيم الكبير حينما يقول عني أن تجربتي أو عملي، وما كنت وما زلت في ذلك الوقت والوقت كنت شابا، يقول عن تجربتي هي فجار في أحشاء الفن العربي الإسلامي. هي أماني، هي لا أستطيع، هو ولا الآخرين وأسماء أخرى أيضا، أنه أنا بشعر كلامهم كلا نقيصة أو كان خطأ بحقي أمام الآخرين، أمام التاريخ، أمام المجتمع. لا، هو عنق، هو أماني، ويجب أنا بجهودي وعملي وأثبت هذا الشيء، هو أنه أنا صالحا لهذا الرأي أو حامل الأمانة. وأنا وأيضا أشخاص آخرين طبعا بأعداد وتسميات، أو حتى هو شخص إلي، يعني لا تصوري أني وأنا أتصور لذاتي أنه أنا مثلا بكت رسام أو ما نجحت، أو في ناس مثلا كانوا معي أو ضدي، وهو الموضوع ضدي ولا معي ولا نحن مش بلعبة كرة قدم، مش بلعبة نحن أو النساء غيورات جميلتين يغاران من بعض ومكيدة النساء قاتلة، أو أن نرى كفرة ومؤمنين يتصارعون على إثبات الجدارة لحمل الرسالة أو من ينفي الرسالة. يعني كل هذا أنا بعيد عنه، بعيد عن التشويش هذا. أنا كل هذا العالم بالسبعة مليار بثقافته وبإنسانته وبمنتجاته ما لي علاقة فيه، يعني أنا إنسان حر، والله أني حر، بل أني ظهري دهن بزيت الزيتون على يدي والدتي، وهي يعني عمرها يكاد لا يقنع 2 عام، وذلك من الشقاء بالرسم من التعب لما كنت أرسم في مرسمي بالحسكي. طبعا هذا ما بصير، أنا هذه اليد الطاهرة أنه هي طبعا في أرض، يعني كما يقال في سماء الحق، لكن لا يجوز أنه هاي سوت هيك وأنا بعدين أرجع لأحمل الرسالة، يعني أو أنكس بالرأي أو أعلن الهزيمة. الآخرين هزموا يعني، بس الآخرين أسلحتهم يعني نووي، كيمياوي، انتروبولوجي، سارس، كورونا، كلاشينكوف. أنا مو هيك، أنا أمشي بدون بودي جارد. أنا بودي جارد تبعي هو الله فقط، يعني هو البودي جارد الكبير تبعي، ولوحتي ونبلي. يعني أنا 50 عام رياش وألوان وقماش وأشكال مخترعة، ما في أكثر من هيك، يعني ما في شيء آخر. بقى في علاقة نوع من الصفاء، نوع من الطهرانية. يعني أنا ما قتلت بحياتي قطة ولا عصفورا، وصار أنه يعني في لحظة من اللحظات بخدمة الإلزامية اضطريت إلى قتل كلب، وأنا لحد الآن أشعر بالذنب العظيم من قتله. لكن هذا الكلب ارتكب جرما كبيرا بأن عض ساق زميل لي، فأصبح أصيب بمرض داء الكلب. طبعا أعطوه 40 إبرة ما نفعت، بعدين توفي في الخيمة التي كنا نحن فيها في جبال في الثلج في ذلك الوقت، أبان الخدمة العسكرية طبعا. ورأيت كلب على مسافة هائلة تتجاوز على جبل بعيد، منطلقة واحدة فقط أتت في رأسه تكريما لصديق الشهيد.
الله يرحمك يا أبو سلمو في هذه اللحظة.